اثباتنا عن الاميون جلوبولينز الانتي بوديز. نحن كنا هو لو من نذكر كل محاضره الانتي بودي الانتيجين والانتراكشن وغيرها كثير الكلام. هسه راح نجي نخلي الانتيجين عرفنا بديت المحاضره ذكرنا بعض المعلومات عليه المعلومات الاساسيه اللي عليه الانتي بودي الاميون جلوبولينز الاستمرار. البداية لازم نجي نعرفها فيها المحاضرة الأولى ونعرفها ذكرنا يعني تعريف بسيط عليها، بس اليوم راح نتكلم بالتفاصيل يعني مثلا التركيب من شنو تتركب أنواعها، والمحاضرة القادمة نذكر أنواعها الخمسة اللي هي ذكرناها الجي والأم والأي والدي والإي. راح نذكر نقول شنو الأنتي بوديز كذلك ايش نسميها الاميون جلوبولين. هي شنية بروتين سبستنس بروديوس باي لينفوسيت. ممكن البي لينفوسايت الخلايا الليمفاوية المعبية هي المسؤولة عن انتاج اجسام مضادة الانتي بودي، بالاضافة الى الخلية المتميزة من البي لينفوسايت وهي ذكرنا أكثر من مرة وطرقنا عليها أكثر من موضع أو أكثر من محاضرات. نقول أنت أصلا من الميونوجلوبولين are glycoprotein substance produced by the lymphocytes or plasma cell in response to stimulation with antigen. يعني شنو يعني من يتعرض جسمنا لأي مستضد لأي أنتيجين فراح يتسوي الاميون ريسبونس تجاب المناعي راح تحفز شنو البي لمفوسايت حتى تنتج لنا شنو اجسام مضاده حتى تحارب هذا الانتيجين اللي دخل للجسم. فواضح اعتقد الفكره. الانتي بوديز كان بي فاوند ان بلد بلازما اور سيرم ممكن نشوفها ممكن ان تتواجد او ممكن ان نعثر عليها بالبلد يعني بالبلازما او بالسيرم او بالبودي فلويد يعني بالسوائل الجسميه العديد من السوائل نشوفها بالتيرس سلايفا والكلوستريوم اللي هي اللبن اللي بعد الولاده وباللعاب وبالدموع. ممكن ان تتواجد اجسام مضاده يعني مو بس بشنو بالدم. الاميونوجلوبولين ستراكشر تركيب الاجسام المضاده من شنو يتركب؟ اكو بعض الوحدات الاساسيه اللي يتركب منها الجسم المضاد. اول شيء لازم نذكر اشياء اساسيه هو يتكون منها او رئيسيه نسميها البيسك يونت الوحدات الاساسيه. All immune globulin molecules have a basic structure composed of our polypeptide chain. تتكون من العديد من شنو من السلاسل متعددة البيبتيد بوليبيبتايد. اثنين منها شو نسميها light chain والاثنين الثانية نسميها heavy chain. يعني سلسلة اثنين من السلاسل خفيفة light chain اللي باللون الوردي اللي بالبين ما يسميه هو يسميها البيسك يونت اللي يتكون من عندها. عيني صوت ناصي صوت واضح هسه طلاب يلا هسه تمام طلاب. التركيب الاجسام المضاده يتكون من عده اشياء. اكو فد اشياء اساسيه
بالبداية نذكرها لازم نسميها البيسك يونت، وهي عبارة عن سلسلتين بيسك يونت أول all immunoglobulin molecules have a basic structure composed of four polypeptide chain. تتكون من أربع شنوة من السلاسل البيبتيدية. اثنين منها نسميها light chain واثنين الأخرى نسميها heavy chain. light chain اللي هاي اللي باللون الوردي. واضحة؟ نسميها light chain سلسلتين. هذا عبارة عن جسم مضاد، نوع من الأجسام المضادة. هذا التركيب مال الستراكشر مال الورد والهيبتشين، هذا اللي بالازرق اللون بالازرق اللايت تشين. الكتابه او كونسيست اوف تو ايدنتيكال كابا اور تو ايدنتيكال لامبا. شنو هاي الكابا وشنو هاي اللامبا؟ اللامبا هاي عباره عن رموز او احرف لاتينيه وضعوها حتى يميزون بها لتعريف شنو مثلا حتى الأجسام المضادة الألفا والدلتا والبيتا والجاما. فهذا رموز لاتينية أعطوها شنو حتى يعرفون بها هذه الأنواع. مثلا اللايت شين قلنا تتألف من تو ايدنتيكال كابا، يعني تتألف من شنو؟ من سلسلتين متطابقتين واثنين نوعهن شنو كابا واثنين متطابقتين تو ايدنتيكال لامدا and does not consist of. يعني كل جسم مضاد ايش راح يحتوي؟ راح يحتوي على لايت تشين يا اما كابا يا اما شنو لامدا، ما يحتوي على هذين النوعين. هسه مثلا هذا اللي لونه بالوردي لنا لايت تشين، هذا ما يصير يحتوي مثلا هاي على اليسرى كابا والعلى اليمنى لامدا، يا اما اثنين كابا يا اما اثنين بنوع ثاني لامدا. واضحه؟ and doesn't consist of، يعني ما يحتوي على اثنين مع بعض. اي تايب هاز ا مولكولار ويت، وزن الجزيئي، كل نوع من هذا من اللايت تشين وزن الجزيئي 23 كيلو دالتا. 23 كيلو دالتا. نجي على اللايت الهيفي تشين، هذه اللي باللون الازرق. There are five isotypes of heavy chain termed، هذه هم راح نرمز لها بشنو كذلك بالرموز اللاتينيه، هي الميو والدلتا والجاما والابسليون والالفا وشنو that determine immune globulin class، هي انواع الاجسام المضاده. مو ذكرناها قلنا الام والدي والجي والاي والاي، قلنا حتى ما تنسوا احفظ مثلا كلمه ماجد بالانجليزي، هن هذن الخمسه الانواع الرئيسيه لكلاس اوف انتيبودي او اميون جلوبولين. هسه اذا تلاحظون مثلا الميو اللي هاي بال الرموز اللاتينية هي عبارة عن IgM، والدلتا عبارة يعني شنو IgD، والجاما IgG. كل حرف من هذه الأحرف اللاتينية أول حرف من الأحرف اللاتينية انطوه هذا الرمز من الايزوتايب. تمام، لتمييز نوع الجسم المضاد. فهذه الرموز الام والدي والجي والاي هي والاي من هذه الاحرف اللاتينيه الايزوتايب اللي هي الميو والجاما والابسليون والالفا والدلتا. قلنا كل جسم مضاد يحتوي على اثنين لايت تشين واثنين شنو الهيفي تشين. الهيفي تشين هي المسؤوله عن شنو؟ عن اعطاء هذا الايزوتايب بالنسبة لنوع الجسم المضاد، هو الام والدي والجي والاي والاي. بوث لايت اللايت تشين نرمز لها بحرف ال، والهيفي تشين نرمز لها بالحرف اتش. بوث لايت تشين اند هيفي تشينز كونتين تو ديفرنت ريجنز تيرمد دومينز، يعني كلتا
السلاسل الخفيفة والثقيلة تحتوي على مناطق مختلفة من ضغطين مختلفة. ايش راح نسميها؟ نسميها بمناطق التباين، تمام، من ضغطين مختلفة نسميها الدومين او الريج المناطق. عبارة عن مناطق شنو مختلفة من الأحماض الأمينية، يعني تعتمد على شنو؟ على الأمينو أسيد سيكونس، على تتابع الأحماض الأمينية. ونقدر نقسمها شنو إلى اللايكين كونتين فاريبل دومين أو ريجين أند كونستنت. مثلا احنا بعد ما نريد ندخل، خلينا بهذا المخطط، العفو بهذا الفقر، هذه الصورة، هذه الصورة خلينا نجي عليها. هسه هذا عبارة عن جسم مضاد، نوع من الأجسام المضادة الاي جي جي. فقلنا هذا اللي باللون الوردي اللي هي سلسلتين من اللايت تشين، يا اما كابا يا اما لم نجي. اللي باللون الازرق هي هيفي تشين. بعدها راح نقسمها الى شنو بالاعتماد على شنو؟ على بالاعتماد على الامينو اسيد سيكونسنج، بالاعتماد على تتابع الاحماض الامينيه. نقسمها الى كذلك شنو هو هذا اللايت تشين، راح نقسمها فاريبل دومين او منطقه او مجال متغير، هو المرمز له في ال، او كونستنت دومينز او ريجن، منطقه شبيهه ثابته او متغيره. اللي سي، هذه حرف السي، شوف من هذه اللي باللون الوردي باللايت تشين تحتوي على شنو هو سي ال. يعني شنو هذه سي ال؟ يعني كونستنت لايت تشين، يعني شنو؟ منطقه ثابته او مجال ثابت من شنو؟ من السلاسل الخفيفه. والفي ال هو فاريبل لايت تشين، يعني شنو؟ منطقه شنو؟ السلاسل الخفيفه المتغيره مو ثابته. لايت تشين كونتين فاريبل وشنو الكونستنت، يعني تحتوي على منطقه شبيهه واحده شنو ثابت متغير، نرمز لها بالفي ال. يعني الفي مختصر الابريفيشن مال الفاريبل، والسي الابريفيشن مال الكونستنت دومين. وكل واحده من هذه تحتوي على 110 امينو اسيد. يعني الفاريبل بالنسبه نحكي لكم هسه، نحكي على اللون الوردي هذا مال لايت تشين، كل واحدة من عندهم تحتوي على 110 أمينو أسيد. نجي على الهيفي تشين، كذلك تحتوي من شنو؟ من الفي هي variable والسي دومين، variable والكونستنت دومين، منطقة هم ثابتة ومتغيرة. لكن بالهيفي تشين تحتوي على شنو؟ وحدة الفاريبل هيفي تشين، اذا تشوفوها بالازرق هذه اللي فوق في اتش، تحتوي على منطقه واحده من الفاريبل دومينز او ريجن، منطقه واحده، وتحتوي على شنو هو من 3 إلى 4 كونستنت دومين او ريجن، تحتوي من 3 إلى 4 من المناطق هنا الثابته اللي هي ممكن نرمزها سي اتش، سي اتش 1، سي اتش 2، سي اتش 3، واكو انواع اخرى يصير بيها شنو سي اتش 4. واضح لحد الآن طلاب؟ واضح الشرح لو أعيد؟ طلاب تمام. وهذا الهيفي تشين السلاسل الثقيلة اللي كنا تحتوي من منطقه واحده شبيهه الكونستنت دومين والفاريبل دومين. كونستنت دومين قلنا 3، تحتوي تقريبا حوالي من 330 الى 440 امينو اسيد.
قلنا هذه اللايت تشين تحتوي على 110 والفاريبل اللي بالهيفي تشين تحتوي على 110 تقريبا امينو اسيد، لكن هذه الكونستنت هيفي تشين تحتوي تقريبا من 130 الى 440 امينو اسيد. من ضمن الستركتشر للاميون جلوبولين هو شنو؟ دايسولفيت بونز، اواصر شنيه ثنائي الكبريت. هذه تربط هذه الاواصر، شوف هذه هي هذه تربط، يا اما هاي نرمز لها اس اس، واضحه تربط يا اما بين الهيفي تشين يا اما بين الهيفي تشين واللايت تشين، بين السلاسل الخفيفه والسلاسل الثقيله. هناك العديد من الاواصر، اكو هم اواصر داخليه انترا، اواصر محبه الماء وكارهه الماء، لكن هذه من الاواصر الاساسيه اللي تربط بين الاذرع. شوفوها هذه اعتبروها اذرع مال الدم المضاد كحرف واي اللي تربط بين السلسله الخفيفه والسلسله الثقيله اللاتشين والهافيتشين. شو نسميها؟ دايسولفايت، يعني أسرة أو رابطة شنية ثنائية الكبريت. ونقدر هم نميزها شنقول هم نسميها شنية interchain disulfide bonds. The two light chain and the two heavy chain are held together. يعني شو راح تربط لي؟ تربط لي السلاسل الخفيفة والثقيلة مع بعض، أو ممكن تكون انترا بالداخل، مو بين هذه انترا مو حضر الرسم، وتكون انترا chain isolated bond within edge of the polypeptide chain. او ممكن تكون هنالك بعض الروابط او الاواصر non covalent interaction اللي هي شنية غير تساهمية، روابط او تفاعلات غير تساهمية تربط لي بين الاجسام المضادة، مثل السالت لينكج لينكج الهيدروجين بوند والهيدروفوبيك اند هيدرو الهيدروبيك والهيدروفوبيك شنو بوند، يعني الاواصر المحبه والكارهه للماء. ومن ضمن التركيب اكو فد منطقه شو نسميها؟ نسميها شنية هنج ريجن. هذه منطقة مفصلية، هذه كل شيء احنا من ده نحكي ده نرجع، انت لما تقرأ حتى لما تقرأ ترجع على الرسم، على هذا الرسم الهنج ريجن هذه هي المنطقة نسميها المفصلية، تشوف تجي بنص الجسم المضاد. is a short sequence of amino acid، هي عبارة عن سلسلة قصيرة من الأحماض الأمينية. when توجد at the central part of the heavy chain of an immunoglobulin، توجد وين؟ هنا أنا. شوف central part بالمنتصف بالجزء المركزي من السلاسل الثقيلة للجلوبيولين المناعي أو جزء أو الأجسام المضادة. And facilitate the flexible movement of the molecule. هذا شيء يسهل شنو الحركة المرنة بالجزيئات. يسهل هذه الحركة حتى من يرتبط الأنتيجين بالأنتيبادي، هاي المنطقة يسهل حركة الأحماض الأمينية حتى يرتبط هذا الجسم المضاد وين بالأنتيجين. منطقة مفصلية هذه، هي صح مكتوبة منفصلة بس هم يسموها المنفصلة أو المفصلية باللغة العربية. نجي هم اكو بعض المكونات الفريجمنت انتيجين بايندينج، هذه هنا أنا. هي هناك بالرسم ما واضحة هالقد، تمام هسه شوف هنا أنا.
ما نقسمها مثلا برموزها احنا نفس ما نعرف فيها. هذه شوف الانتيجين وين يجي الربط، هذا بالذراع او يجي هنا انتيجين او يجي هنا انتيجين. هي هذه مواقع الارتباط بالابيتوب، الابيتوب اللي ذكرناه بالمحاضرة السابقة الموجودة على سطح الانتيجين راح يجي وين يرتبط؟ يرتبط بالانتيجين بايندينج سايت، مواقع ربط الانتيجين الموجودة على اذرع الانتيبادي. فالاف اي دي هذا المختار هو عبارة عن فريجمنت انتيجين بايندينج، فريجمنت انتيجين بايندينج هي جزيئات، جزيئات تحتوي على مواقع شنو ذات كونتين اوف ذا انتيجين بايندينج سايت اوف ذا انتيبادي. فريجمنت انتيجين بايندينج هي شنو هي تحتوي كونتين ذا انتيجين بايندينج سايت اوف ذا انتيبادي. وال اف سي هذه مواقع ثانية اللي هي هذه الاف اي بي موجودة وين؟ بالذراع اللي فوق اللي بالموجود وين؟ باللايت تشين تقريبا والهيفي تشين بالذراع اللي فوق. بالذراع الثابت ايش موجودة؟ الفريجمنت كريستالايزابل، فريجمنت كريستالايزابل is produced by cleavage of the immunoglobulin molecule with Fabian اللي هو هذا Fabian عبارة عن إنزيم إنزيمات حالة مثل البيبسين Fabian والبيبسين. It is responsible for many biological activity that occur following the engagement of an epitope. هاي من خلال انقسام الانتيبادي، لان هذه الانزيمات مثل البيبسين ممكن ان تسوي انقسامات للانتيبادي تشترك، وهاي الشيء يصير يتم انتاجها عن طريق انقسام شنو الاجسام المضاده، وراح تشارك شنو بالعديد من البيولوجيكال اكتيفيتي، بالعديد من الانشطه البيولوجيه اللي تشارك بعد شنو بعد الابيتوب، بعد شنو ما يربط الانتيجين والانتيبادي بالابيتوب بمواقع الموجوده على سطح الانتيجين. فهذه تشارك ممكن تربط الكومبلمنت هذا الابسي بعض المتنمات المناعيه هنا يربط، وممكن بعض الطفيليات يربط بهذه الانتيجين راح يربط وين؟ بهذه المنطقة مال الفريجمنت انتيجين بايندينج اللي هاي اللي هنا شفناها، شفتوا الانتيجين، وهذه المنطقة الفريجمنت كريستالايزابل من ينقسم الجزء الأجسام المضادة من تنقسم هذه اللي هنا هي بالسي اتش 2 بالكونستنت هيفي تشين 2 او كونستنت هيفي تشين 3 حسب نوع الجسم المضاد. فهذه بعض شنو المركبات ستراكشر للاميونوجلوبيولين الاساسيه للجسم المضاد. نجي classification of human immunoglobulin. نجي نصنف شنو الأجسام المضادة، لأن نفس ما عرفنا الأجسام المضادة الميونوغلوبيولين قلنا خمسة أنواع هي الجي والأم والأي والدي والإي، وأكو شنو سب كلاس للأي جي جي، هناك سب كلاس يعني انواع فرعيه من هذا. فمن نجي نقول classification of antibody او immunoglobulin. The immunoglobulin can be divided into five class based on difference in amino acid sequence and the constant region of the heavy chain. All class of immunoglobulin have very similar similar heavy but very in chain constant region.
This difference can be detected either by sequence studies or serological method. Therefore, the immunoglobulin can be divided into five class and include. يعني نقدر نقسم شنو الأجسام المضادة إلى خمس مجاميع أو خمس فئات. تعتمد على شنو؟ على تسلسل الأمينو أسيد، يعني أمينو أسيد سيكونسينج. يعني كل نوع يعتمد على نوع الأحماض الأمينية اللي موجودة به. وموجودة وين هذه؟ بالهيفي تشين. يعني تحديد نوع الجسم المضاد يعتمد على تسلسل الأحماض الأمينية الموجود في منطقة السلاسل الثقيلة الهيفي تشين، هي الحد اللي تحدد لنا نوع الجسم المضاد. وتحتوي على شنو؟ إن كل المجموعات all class of immune globulin have very similar heavy chain. يعني تحتوي على شنو؟ على سلاسل ثقيلة متشابهة لكنها تختلف شنو؟ بالconstant region. تحتوي على الفيابل تكون فيها متشابهة مع الهيفي تشين، لكن اشرح شنو يميز لنا انتيبادي عن الثاني؟ هو بمنطقة الكونستنت، بالمنطقة الثابتة هذه هنا اللي فوق هي نفس الشيء تقريبا كلها، لكن يميز انتيبادي عن الثاني بهذه المنطقة الكونستنت ريجن. This difference can be detected either by sequence studies or شنو serological method. يمكن اكتشاف، يمكن نميز بين هذه الاختلافات بين أجسام المضادة أما عن طريق شنو دراسة التسلسل مع الأحماض الأمينية أو عن طريق شنو الطرق المصلية serological method. لذلك راح نقسمها إلى شنو؟ إلى هذه الأنواع. تقول لي ليش يصير انشطار؟ اي مو يصير ديجيشن، شلون هضم نسميه ديجيشن او بروكن للانتيبادي. اكو بعض الانزيمات شو تسبب انشطار للاجسام المضاده. راح ينقسم مو كل الاحوال لكن بعض الحالات هذا الانشطار راح يسبب هاي الفريجمنت القطع مال الدي ان اي. حتى شنو مثلا عندي جسم مضاد يرتبط باربعه او ثلاثه ايبيتوب على سطح الانتيجين، لان الانتيجين قلنا في عده مستقبلات للانتيبادي، مواقع ربط الانتيبادي نسميها الايبيتوب. فهذا الانتيبادي نفسه ممكن ينشطر ويرتبط بثلاثه ايبيتوب على سطح الانتيجين، يصير بروتين تكسير او فريجمنت او ديجيشن او هضم بواسطه البيبسين او البابين. هذه الانزيمات المسؤوله عن تحلل او شنو او انشطار الانتيبودي. نرجع الانواع الرئيسيه مال الميونوغلوبيولينز او الانتيبوديز هي الجاما هيفي تشين، وهذه نفس ما قلنا الايزوتايب مال الجاما، الكلمه اللاتينيه هذه الجاما او الميو اللي هي عباره عن اي جي ام ميونوغلوبيولين نوع M. ميونوغلوبيولين A هو عبارة عن ألفا هيفي تشين. هذه الألفا علامة الألفا اللاتيني، أو D الدلتا هي الدلتا هيفي تشين، أو الإبسليون هذه الرمز اللاتيني اللي هي مشتقة من عند الأجسام المضادة النوعية. فالمهم احنا اللي يهمنا الكلاس اوف اميونوغلوبولين او الانتيبودي هي IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. وعرفنا انه G منين جاي؟ جاي من الجاما، من الحرف اللاتيني اللي هو جاما. الM جاي الحرف اللاتيني اللي هو ميو. الA منين جاي؟ من الحرف اللاتيني اللي موجود، وين قلنا كل الموجودات او المسؤولة عن تمييزهم وعن تسمية هاي مالتهن أو موجودات نقدر نحدد الجسم المناعي أو الجسم المضاد عن الآخر بواسطة الليفيتين. الأي جاي من الألفا، الدي جاي من الدلتا، الإي جاي من الإبسليون. واضحة لحد الآن؟
هنالك مو كلاس، اكو سب كلاس. سب كلاس فور اميونوجلوبولين او انتيبودي. فرعيه يعني شلون تتفرع من هذه الاجسام المضاده الاساسيه. هي شنو هي كينز اوف سب كلاس اميونوجلوبولين. Immunoglobulin class can be divided into subclass based on two small difference of amino acid sequence and the constant of constant region of the heavy chain. قلنا هي الهيفي تشين اللي نقدر نميز بها الأجسام المضادة نوعا ما. هي شنو هي الهيفي تشين؟ نقدر نقسمها إلى فئات فرعية تعتمد على شنو الاختلافات بالامينو اسيد سيكونسينج بالاعتماد على شنو تسلسل او تتابع الاحماض الامينيه بيا منطقه في منطقه الكونستنت ريجون للسلاسل الثقيله للهيفي تشين. مثلا الار جي جي سب كلاس الانواع الفرعيه للاجسام المضاده نوع جي هي اي جي جي 1 اي جي جي 2 تتكون من اربعه انواع IgG1 و2 و3 و4. والسب كلاس للA هي A و2. هي هذه انواع الاجسام المضاده اللي بيها سب كلاس انواع فرعيه هي G والA. G بي اربع انواع والA بي كم نوع؟ نوعين. شوفوا هسه هذه جبت لكم الصوره Antibody structure class of ion function. هذه بس أنواع الأجسام المضادة. شوف هذا شكل الـ IgG. هذا الـ IgE. هذا الـ IgD. هذا الـ IgA. وهذا الـ IgM. هذه أشكالها. فمحاضرتنا الجاية إن شاء الله راح نتطرق لهذه الأشكال. ما رجيت أن أطولها عليكم هذه المحاضرة. قسمها قسمين. قسم الأول نذكر به تركيب مالتها، نعرف شنو الأجسام المضادة أنواعها، الأشياء المهمة اللي تهمنا شنو معرفة تركيبها هي الهيفي تشين اللايت تشين مواقع الربط الدايسولفيت بوند الأصغة الكبريتية الثنائية مواقع التباين هي الدومين ريجن مناطق الكونستنت والفاريبل المتغيره والثابته. هاي الاشياء اللي ريزت من عندكم شنو حتى ما تصير عليكم دوخه بسرعه تكون تفهمها من تقراها بسرعه تفهمها. فبالمحاضره الجايه راح نتطرق شنو الكل نوع من هذه الاجسام المضاده. الجي راح نميزه شنو وظيفته وشنو يختلف نوع عن الثاني بشنو يتميز. مثلا هسه شوفوا هذني الجي والاي والدي من الشابهات هن راح مو من الشابهات اكو فرشي يميزهم في تركيبهم بس التركتشر مالها راح نذكره بالمحاضره الجايه ونذكر شنو وظيفه الجي والاي والدي والام والاي وهذا شو وقت يظهر وهذا شو وقت يظهر وحتى تعرض شنو للانتجن. واضح طلاب؟ عندكم سؤال عليها المحاضرة ما صعبة أعتقد مو صعبة زينة.